أميمة دكان، عندي 22 سنة، دابا كنقرا في ليسكوب. الشعبة ديالي هي ماركتينغ، وإن شاء الله غادي نتخرج في المستوى الدراسي ديالي. من بعد البكالوريا خديت أقسام تحضيرية، كانت عندي عامين في الأوسيتي، من موراها درت تخوزيام أني أون سي جي، بحق عاودت الكونكور ديال ليسكوب باش ندخل ليسكوب حيتاش كانت حلم. من بعد دوزت ليسكوب، من مورا ليسكوب درت أن سيمستر ديشانج من بعد ما اختاريت الشعبة ديالي هي ماركتينغ والتسويق وإدارة المقاولات، وموراها مشيت لكوريا على ود أن سيمستر ديشانج قريت فيه البزنس أدمنستريشن والماركتينغ، ومن بعد رجعت المغرب دابا بي إف أو إن شاء الله أون فوا نسالي نتخرج. الصراحه هو داك الشعور كان شويه صدمه، لان اول مره غادي نكون كنديباتي مع عدد هذاك العدد الكبير كامل في المجلس. نورمالمون اكبر عدد نظرت معاه كان في نموذج الانترناشنال اللي كان في باريس، كان اسمه بايمون 2018 باريس انترناشنال ام يو ان، ومني شاركت فيه كنا احنا في المجلس كامل كنا خدو 85 مندوب، يعني اكبر عدد نظرت معاه كان 85، وربحت اللقب، خديت بس ديليجيت في باريس في اكبر نموذج ديال الامم المتحده في اوروبا. ومن بعد من رجعت وكنقول خاصني نمشي نشارك في اسيا، شاركت في المغرب، شاركت في اوروبا، نشارك في اسيا ان شاء الله امريكا ديال الصيف. الطموح ديالي عندي بزاف بالحق صراحه، اللي في هذا المجال ديال بابليك سبيكين والديبا، سي انني نشارك في توست ماسترز انترناشونال. ديجا الناس ما كيعرفوش انني ربحت الانترناشونال توست ماسترز ديستريكت تشامبيون هنا في المغرب. بحق ما قدرتش نطلع الانترناشونال حيتاش كان خصني نمشي لكوريا. ملي مشيت لكوريا شاركت في توست ماسترز في هوارانغ داي حدا سيول، وربحت البست بابليك سبيكر في الاريا، وقلت ربما زعما ملي غنربح في الاريا نطلع الجهه، من جهه نطلع الناشونال من بعد نمشي الانترناشونال. بحق ما قدرتش لان كان خصني نرجع حيت السيمستر ديالي سالا، سو رجعت المغرب، ودابا الطموح ديالي هو انني نكمل ناخذ الدبلوم ديالي من بعد نمشي ان شاء الله برا ونشارك في توست ماسترز انترناشونال. الطموح الثاني هو انني نقرا في هارفارد يونيفرسيتي. ملي كنخلي طوموس كنلقى مشاكل، فضائح الى اخره، وصراحه زعما كنشوف بان داكشي كيتلقى اعجاب. هذا هو ما يحز في نفسي، ان الناس كيغديو هذوك الاخبار اللي فاضحه وكل شيء، كنعطيوها بوست، كنعطيوها انذر تشارج باش تطلع. الوغ كو حنا ملي كنجيو ننتقدو كنقولوا شوف الطوندونس شنو فيها، حنا كنساهموا في ان هذيك الطوندونس تطلع. الصحافه هي واحد الباب اللي أنفه كيتحل، هو اللي كيعطي المجتمع الصورة اللي خاصو يشوف. يعني عندكم واحد لو بوفوار كبير بزاف، والصحافة راه لعبة بوفوار كبير دابا كيف ما هضرنا على طونطونس. سو أتمنى جدا أن الصحافة تبقى عندها الضمير المهني، وأن الصحافة تعطي الخبر الصادق، أو أن الصحافة تحاول أنها تدعم وتشجع الناس اللي باغيني ماشي يبانوا في البوز وماشي يبانوا في الطوندونس، ولكن الناس اللي باغيين عندهم كيحملوا رسالة للتغيير. وأتمنى قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.